هناخد أسئلة أوسبي يا جماعة دلوقتي على سيكشن الهيماتوكريت اللي احنا قلناه، نوضح فيه بعض الأسئلة اللي ممكن تجيلنا كده في الامتحان بالصورة دي. أول حاجة in these pictures، نبص ايه البيكتشرز اللي قدامنا. الصورة اللي على الشمال دي عينة دم أنا واخداها لسه ما عملتلهاش سنتريفيوجيشن. الصورة الأولانية دي غالبا هتبقى نورمال، عملت سنتريفيوجيشن تقريبا ال RBCs خدت حوالي 45% من حجم الأنبوبة، وبعدين ظهرت البافي كود أو الفلافي كوتون. ممكن يجيب لنا السهم على فكرة على أي حاجة فيهم، يقول وات از ذس، تحت أقول RBCs، اللي في النص أقول بافي كود أو فلافي كوتون، وعبارة عن البلازما قصدي البليتلت والوايت بلاد سيل وفوق البلازما. الصورة التانية واضح قوي منها إن نسبة الهيماتوكريت قليلة. الصورة التانية التالتة واضح قوي منها إن نسبة الهيماتوكريت كبيرة عن الطبيعي. تعال نشوف إيه الأسئلة اللي ممكن تيجي. النمبر 2، الأنبوبة رقم 2، it referred to decrease الهيماتوكريت. الهيماتوكريت هنا قل ليه؟ نتيجة ايه؟ غالبا لما بيقول قل ممكن نحتاج الباثولوجيكال كوزس اكتر. قل في ايه؟ اتفقنا ان هي بتعتمد على حاجتين، الار بي سيز والبلازما. يبقى هنا قل في حالة ديكريز الار بي سيز اللي هو الانيميا، او انكريز البلازما اللي هو الايه؟ الاوفر هايدريشن. while الهيماتوكريت increase in number 3 due to، الهيماتوكريت زاد في number 3 due to ايه؟ نتيجة إما زيادة عدد كرات الدم الحمراء اللي هو البوليسايسيميا، أو نقص البلازما اللي هو دي هايدريشن. يبقى نركز يا جماعة في الأسباب، الأنبوبة الأولانية نورمال، الأنبوبة التانية الهيماتوكريت قليل نتيجة يا إما نقص الأر بي سيز أو زيادة البلازما، الأنبوبة التالتة الهيماتوكريت فيها عالي نتيجة زيادة الأر بي سيز أو نقص البلازما. السؤال التاني، الهيماتوكريت in fetus and this is due to نقط and نقط. الهيماتوكريت اخباره ايه في الفيتس عن الادلت؟ وعايز يقول السؤال ده اخباره ايه في الفيتس عن الادلت؟ بيزيد في الفيتس. افتكروا معايا كان عدد كرات الدم الحمراء في الفيتس كان 7 مليون، في الادلت كان 5 مليون. ليه؟ ايه السبب؟ هنقول لان كرات الدم الحمراء في الفيتس اكتر من الادلت، بيكوز البون مارو ان ذا فيتس ار اول ريد بون مارو، كله بيطلع كرات دم حمراء. ده السبب الاولاني. السبب الثاني ان الفيتس كونتين هيموجلوبين اف which has high affinity to the oxygen produce relative tissue hypoxia. اتفقنا ان بيعمل هايبوكسيا نسبيه، فبالتالي الجسم بيعوض عن طريق زياده الاريثروبويسيس. السؤال الثالث، الهيماتوكريت بيحصل ايه في السمول فيسل عن الجريد فيسل؟ في السمول فيسل اتفقنا في السمول فيسل كرات الدم الحمراء فيها ايه؟ اقل من الجريد فيسل، والبلازما فيها ايه؟ اكتر. يبقى الهيماتوكريت اخبارها ايه؟ كرات دم حمراء قليله وبلازما كتيره، اذا الهيماتوكريت بتقل. This is due to plasma skimmed phenomena. لو جبت سؤال تاني، الهيماتوكريت اخبارها ايه في الفينس بلاد وعن الارتيريال بلاد؟ بتزيد في الفينس بلاد عن الارتيريال due to ايه؟ كلورايد شيفت فينومينا. ممكن اجيب سؤال كمان، ممكن اقول لك ان الهيماتوكريت بتتقاس بطريقه اسمها ايه؟ وينتروب تيوب ميثود او ماكرو سنتريفيوجيشن ميثود. والانبوبه بتاعتي اسمها الوينتروب تيوب، ليها طريقه تانية؟ ايوه اللي هي المايكرو، وبتتقاس باللي هو ايه؟ المايكرو سنتريفيوجيشن تيوب، وعن طريق الكابيلاري بانشر. كده يا جماعه تقريبا احنا استوفينا كل حاجه زائد المسائل اللي خدناها في الشرح. يا ريت لحد لو مش فاهم اي حاجه ان شاء الله نتواصل معاه.